السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للسؤال، وأنا برش الأبيض ورنيش عينيا بتزغلل، يعني مش بكون شايف أنا برش فين. الورنيش بيكون شفاف واللون أبيض، ويعني بيحصل زي لخبطة يعني. وبصراحة أنا يعني مش عارف فيها قاعدة ثابتة إن هو تمشي عليها، ولكن هو الموضوع تعود يعني. وهي بصراحة ما هي مش مشكلة، ممكن تكون مصادفات، بس لو انت مش بترش ابيض كتير، ما او انت لسه يعني ممكن تبقى مبتدئ او حاجة، ما يعني عايزين نقول ايه، ان الموضوع يعني في الاول وفي الاخر هو توفيق من عند ربنا، ثم الممارسة، ممارسة كتير يعني، رش كتير الموضوع هيبقى عادي جدا. واحنا بنرش الابيض مثلا، البيز عالي اهو، بنكون شايفين واحنا بنرش، مفيش مشاكل. ليه؟ ده بيكون لونه مثلا رصاصي، ايا كان اللون، فبتكون شايف وانت بترش. مط، وهننزل بقى ان شاء الله دلوقتي بالورنيش، ولو ابيض ساده نفس الكلام. واحنا بنرش الورنيش بقى نمشي ان شاء الله مع بعض كده ونكتشف الموضوع دوت. ده كده الكلير كوت اللي هو الورنيش. ان شاء الله نحاول نمشي كده بالطريقه اللي عم جلال نصحنا بيها، نقرب ايدينا ونسرع بالمسدس دوت. بسم الله. اهو عادي جدا اهو، يعني الموضوع ايه، انا بصراحه انا مش شايف اللمحه يعني وانا ماشي، ما عشان اكون واضح معاك، ولكن ايه، بص اهو هو عادي معروف اهي. لكن لو نزلت هركز معاها هجيبها. بص بقى لما بقت تبان ازاي، بقوم ماشي بقى امشي اهو، نسرع ايدينا ونقرب. في لمعة ظاهرة قصاد منك يا شايفها، بتبدأ انت تمشي معاها بقى. يعني بصراحة انا مش مركز مع اللمعة وانا ماشي. ليه؟ انت مع الشغل انت عرفت جريتك كده كده، انت ممكن تكون باصص في السقف او في حته تانية ويعني شكل. بسم الله. احنا كده مقربين ايدينا قوي على الفكره كده عم جلال. مع السرعه بص كده، انت لو ركزت معاها ممكن تركز معاها في الاول، بعد كده تكبر دماغك. بص اهو، عينك على شكل الرايه عادي اهو، الرايه طالعه باينه، يعني هي مش باينه قوي بصراحه لان الورنيش شفاف واللون ابيض، فعامله ايه عكس كده، لكن اهو اهي بردك انت شايف الرايه، وممكن تنزل لتحت كده اهو اهو، تبص على الرايه كده اهي، الرايه كده تكون باينه لك، تكون باينه الرايه وانت بتنزل كده اهو. هي بعد تعود الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل يعني. ده كده اول وش ياخد فلاش تايم، وننزل بتاني وش ان شاء الله. قولك صدام نفس الكلام. اهو خلاص، مش محتاجه انك تقعد تنزل تبص كده انا ماشي صح ولا الرايه على الرايه وكلام، لا هي خلاص جاريه كده الامور، ايه هي لحمت بعضها يعني اهو اهي. بس خلاص اول وش كده، ونفس القصه اهي. بص اهي اهي، هتبص فين بقى؟ تعود اهي، ان شاء الله مع التعود تيجي مفيش اي مشاكل يعني. ده ياخد فلاش تايم وننزل بتاني وش ان شاء الله. فلاش تايم. ده تاني وش.
احاول كده ان انا اقرب ايديا واسرع. عينك على ايه؟ على الراية اهو. عشر دقايق. تسلم ايديكم. واللي عنده أي إضافة يسيبها. الورنيش شفاف والابيض يعني عاكس بس باينه، هي بنسبه كده باينه بصراحه. تسلم ايديكم. انما لو لون من الوان الغوامق، لو لون من الوان الغوامق لا بتكون باينه جامد، بيبان لك وانت شغال طبعا. عاش يا رجاله. تسلم ايديكم وحوش، الصلاة على النبي. أصل أصل يا رجالة. طبعا لسه في تلميع عايز اتلمع، بس احنا بنبص على ايه؟ على شكل الورنيشة مع بعض يعني. بص كده الشكل هنا اهو. ايوه شايفين الشكل. ايوه تسلم ايديكم، تسلم ايديكم يا رجاله. وانت بفضل الله واحده اهي،
عاش عروش. وده برضه يترش معانا بمزانقه بقى. بفضل الله تم كده الموضوع يا رجاله. تسلم ايديكم يا وحوش. يعني انت عندك اي حاجه هتعرف تفيد اخواتك في التعليقات ماشي، سيب في التعليقات والله في طريقه كذا كذا كذا. يعني بفضل الله تم كده الموضوع، يا رب يكون في رساله مفيد. مستناش في دعوه حلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ترش تمام ده برضه.